انا كنا هنا سينس وانا رجع مع ديك السانس تحسيت بالباب دفع بحال شي بوطه صغيره تفرقعت، ما حسيت براسي، لقيت راسي بديك الخلعه واقفه، راجلي ناعس هنايا، ما يلاه جاي يحل عيني باش يوقف، تلاحوا عليه سته وانا قبطوني ثلاثه من ليه، ما يقبطوني خرجوني ما خلونيش كاع معاه نهائيا، صافي ما عارفش راسي انا واش غاده ولا هابطه ولا شحال، ومن اللي هبطوني من اللي هبطت بقيت لتحت، ما عرفت ما توقيت بالضبط، ما عرفتش حتى كنسمع في القرطاس كيضرب كيسحب ليا، قتلو راجل كيسحب ليا مات، صافي كيقول لي ما تخافيش راه ما كاين والو ما تخافيش، كنقول صافي راه قتلو ليا راجلي، صافي ملي فقت من هذيك الصدمه وداك الشيء كيوروني دار ناسي وخوتي كيوروني الفيديوهات، هذاك الشيء ما كاينش عندنا نهائيا، البوطه ديالنا ديال الدار، الماء عند ياولي ديال الدار، هذاك اللي كان شوطو به الراس ديال الدار، دوك الجناوه وداك الشيء ما كاينينش، دوك الشواق عندنا حنا غير موس واحد في الكحل الكبير ديال العيد، صافي هو اللي عندنا، اما دوك الجناوه دوك الجيليات دوك الماسكات ما فهمتش، دوك داكشي داك المواد ما فهمتش، انا فين كانت ما فهمتش، حيت انا اللي كنت عايشه مع راجلي 24 ساعه ما كنفارقوش، راجلي مريض مسكين 6 شهور ما خدمش ملي بدات كورونا، 6 شهور نهائيا ما كنفارقوش، كنمشي للدار ما كيديني وكيجيبني، كنقول لك يقول لي بقى، كنقول ليه لي خليني نمشي معاك للدار، ما كيخرج حتى شي بلاصه، ما عنده لا صحاب لا حتى شي حاجه نهائيا، وانا يلا خملت الدار غير نهار الاربعاء في العشيه، ما كاينش شي حاجه اصلا، انا البلاكارات كنحتاجهم زيد النعاس ديالي كنشوفو كل ساعه كنحل البلاكار ديالي كنشوفو البلاكارات ديال الكوزينه كنحتاجهم، كنبغي نشبد الماء نكرف الماء كنبغي نعلقهم، ما كاينش هادشي نهائيا وما شفتوش نهائيا، انا اصلا اول وحده كون جبت هذاك الشيء غنمشي نبلغ عليه، حيت هذاك الشيء ما يمكنش نسكت عليه، ما يمكنش نستر عليه جاري مالك، واخا يكون راجلي واخا يكون خويا واخا يكون بو واخا يكون اللي كان، وانا راجلي ما عمرني شفت عليه هذاك الشيء، وعمرني شفتو جايب شي حاجه في يدو للدار نهائيا نهائيا، راجلي ما يديرش هادشي، راجلي اللي عمر راه دارو متقي الله، ما عمرني شفت عليه شي حاجه خايبه، الجيران كلهم كيفكروا، الجيران كلهم قالوا لك حنا تفاجئنا، ما يديرش هادشي نهائيا نهائيا، انا ما فهمتش كيفاش هادشي اللي جابوه داروا ليه، ما فهمتش، ما خلاونيش، بغيت ندخل ليه المرحاض ديالي يعني ما خلاونيش، قالوا لي يلا الدار عامر تخص غير عند الجيران، نهائيا ما خلاونيش، كنشوف حتى كنلقى راسي مصدومه وكنشوف فيه راه مخرجين ودايرين لي خنجه بحال اللي ما عرفتش بحال اللي هو ما عرفتش شنو دار فجر الدنيا ولا ما عرفتش شنو دار، راجلي ما يديرش هادشي نهائيا، وانا كنقسم فمي بالله كون كان راجلي دار هادشي انا اول وحده غنجهد فيه، وراجلي ما عمروش حتى لي شي حاجه خايبه ولا اذى الناس، وما يقدرش يهز التاموت، عباد الله ظلموه وحسبي الله ونعم الوكيل، ظلموه وظلموا لي ولادي ودمروني، دابا انا ما عرفتش راسي رجليا باقي لي عندي الان، ما كنقدرش نوقف بيهم لا عندي الان، ما كنعز وكن كل ساعه كنقفز كنعز هذيك الدقه وداك الشيء اللي شفت كل ساعه كيتخايل ليا من عينيا، بنتي صغيره ما نعساتش، صيفطتها لدارنا قالت لي اختي ما نعساتش نهائيا، كنت تقفز مسكينه كنت تقفز، ولدي صغير وعمرني ما مرض ليا ساعه هو كيرد، ولدي صغير يلا عنده يلا طالع في 10 شهور هادشي راه حشومه، حرامي الا باغا ديرو شي حاجه ديرو على شي واحد اللي عنده، ما هو راه ما عنده والو نهائيا نهائيا، راكم دمرتو هي عائله صغيره بسيطه فقيره ما عنده لا حتى حاجه، ما يدير لا بيديه ولا بيرجيه، حسبي الله ونعم الوكيل، انا كنقول من الناس اللي في قلوبهم الرحمه والشفق يوقفوا معايا ويعاونوا لي راجلي، راجلي انا ما داير حتى شي حاجه نهائيا، فكر راجلي فيه الكلاوي مسكين وفيه الروماتيزم القلب مريض، ما كيقدرش الا تمسها على شي كيسخف، كيفاش غينوض يجيب داك الشيء وغادي يصيبو يصنع داك الشيء في الدار وانا حامله، ما يقدرش هو اصلا يدير داك الشيء، انا كنسمع غير صوت ديال قلبو ديال عاشوره كنتخلع
الشيء حرام هذا الشيء اللي داروا. حسبي الله ونعم الوكيل. هذا الشيء اللي كنقول لا اله الا الله كاين الله ان شاء الله. انا ظلمته في الدنيا ما عطيتوش حقه، الله ان شاء الله غيعطيه حقه. حسبي الله ونعم الوكيل. هذا الشيء اللي كنقول.